وعليكم السلام ورحمة الله أختي سلطانة. جديد في الموسم الرابع من رشيد شو هو تقريبا كاين تغيير في كل شيء، تغيير على مستوى الديكور، غادي يكون الجمهور على موعد مع ديكور جديد، ايضا فقرات جديده مختلفه تماما على الفقرات اللي كانت في الموسم السابق. كاين بزاف ديال الجديد ايضا في المواضيع اللي كنطرحوا في البرنامج، لان هذه المره ما يبقاش التركيز فقط على الضيف، غيكون ايضا موضوع ولا ان تيم اللي كنناقشوه في كل حلقه. مثلا في كل حلقه ممكن نهضروا على موضوع من المواضيع بحال التعليم، الصحه، العنف ضد النساء، مثلا نهضروا على الرياضه، ممكن نهضروا على بزاف الاشياء، وخصوصا المواضيع اللي كتهم المجتمع. فهذا هو الجديد. وهنايا من هذا الموضوع كاين مجموعه من الفقرات، فقره الكاميرا الخفيه، الميكرو خطوه، وكاين بزاف ان شاء الله ديال الجديد اللي نتمنى انه ينال اعجاب المشاهدين. كاين في كل حلقه واحد الطفل اللي كنستقبلوه في الاول ديال البرنامج، وهاد الاطفال الجميل فيهم انهم كنستضيفهم بحال النجوم اللي كيجيو للبرنامج، غير هو الفرق انني هذوك الاطفال اللي تقريبا كيكون السن ديالهم ما بين 5 سنين 6 سنين كنحاول اني نهضر معاهم في مواضيع كبر منهم، في دي سيجي كبار. مثلا كنقدر نسولو على السياسه، نسولو على التعليم، نطرح عليه اسئله كبر منه، وكيكونوا الاجابات يعني سبونتاني. من بين الاجابات اللي ضحكوني في البرنامج هو ان واحد الطفل فاش عاد دخل البلاطو سولته، قلت ليه صافا لاباس عليك، فين كنتي؟ انا كنتسنى، يقول لي كنت في الدار، قال لي كنت لهيه من الصباح وانتم كتعاودوا. قلت ليه فرشتينا صافي. هو كان مورا الجمهور كيتسنى الوقيته اللي يدخل. اختيارنا لعثمان مولين، اولا بعدا ما كانش عثمان مولين بوحده في الحلقه، كاين عثمان مولين وكاين الفنان باسو. جبناهم بجوج لانهم اولا باسو فنان كوميدي محبوب وعنده ما يقول، ثانيا مولين داير لو بوز حاليا، بزاف الناس مواقع التواصل الاجتماعي قالوا لي بغينا نشوفوه في البرنامج، فجبناه باش نتعرفوا عليه اكثر. وايضا كاين واحد القاسم مشترك، باعتبار ان الحلقه الاولى ديال البرنامج كنهضروا فيها على موضوع ديال التعليم، فالقاسم المشترك ديالهم بيناتهم انهم بجوج عندهم الماستر كل في المجال ديالو، وبجوجهم يعني اختاروا مسار فني ماشي داكشي اللي قراو، وهذا الشيء علاش اختارين ان نجمعهم بجوج في الحلقه. اولا بالنسبه للسعد، حنا انا كنتمنى ليه انه ان شاء الله يخرج من المحنه ديالو ويرجع للجمهور ديالو، وفعلا كنا كنفكروا بانه يكون سعد المجرد من الضيوف الاوائل اللي حضروا معنا في هذا الموسم الرابع، اللي كان للاسف هذاك الشيء اللي وقع. بالنسبه لذاك الشيء اللي شفنا في لي ريزو سوسيو، كاين بعض الفنانين اللي تضامنوا معاه، انا كنفضل انني نضامن معاه ولكن بطريقتي الخاصه، يعني كنحاول نتواصل مع الناس القراب ليه، نحاول نعرف يعني الاخبار ديالو بلا ما نبان على ظهره كما كيديروا البعض زعما. وهاد القضيه مساله اللي ضراتني صراحه، بعض الناس كيحاولوا انهم يديروا لو بوز على ظهر المحنه ديال سعد، وهذا الشيء ما مزيانش. بصحتي لا نهائيا، يمكن نقدر نقول لك بانه الاجر ديالي هو اجر عادي كاي منشط في القناه الثانيه، يعني بحالي بحال كاع المنشطين تقريبا، نقدر نكون نقلب من شي وحدين، فهادشي اللي كاين فقط. ولكن بالنسبه للاشهارات وداك الشيء هذاك اجر بوحده ما عندوش علاقه بدوزان. شي شويه هو شوف، الا كنا كنديروا هاد الدومين هذا وما كان كيهضر عنا حتى واحد، يعني احنا ما كاينينش. لازم يكون عليك جدال، لازم يكون واحد كيبغيك واحد ما كيبغيكش، واحد كينتقدك واحد كيشجعك، والا راك ما كاينش. خص ضروري يكون هاد الاخذ والعطاء. الشخصيه الحلم اللي كنصادف ما كرهتش نصادف الام ديالي، عيباش نصادفها وندير لها حلقه ديال رد الاعتبار على كاع داكشي اللي عطاتنا، على داكشي اللي قدمت من اجلنا، على كاع داكشي اللي ضحات من اجله. ما كرهتش الام ديالي تكون ضيفه ديال الحلقه ديالي، ولكن ما تبغيش.
ما كتبغيش شي حتى الصور ديالها باش نحطهم في فيسبوك ما كتبغيش. كنتصور معاك كنقول لها حطهم كتقول لي لا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.